عند جماع الرجل لأهله أثناء المعركة. طب الرجل يسأل يعني هو مولع معه وبده يسبح قبل المعركة اللمسات الأخيرة يعني. وبعدين هذه أسئلة تطلع من أمثال جارك يا بس ما بقدر أسألك إياها. أنا جار على اليمين وعلى الشمال. هذا بذكرني بما كنت قرأته قديما في كتاب إحياء للدين للشيخ حمد الغزالي. نعم. يذكر عن من يسمونه بأنه من كبار العارفين. نعم. أنه كان إذا جامع زوجته سمع صوته خارج الدار وهو يذكر ويكبر. الله أكبر. نحن لا نعلم في السنة ذكرا إلا بين يدي الجماع دعاء معروف يعني. أما في أثناء الذكر فهنا العقل طاح وحل محل الشهوة وحسبنا من ربنا عز وجل أن أباح لنا في هذه الآونة أن نكون غافلين عن ذكر الله ما دام أننا قدمنا ذكر الله بين يدي مباشرتنا لقضاء مطرنا. يعني هذه يقول إن كان إنسان يقول هذا استثناء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه إلا مثلا عند قضاء الحاجة وعند الجماع. والذكر عند الجماع هذا يعتبر متنطع مثل الإنسان هو بيأكل وهو بعد بيأكل يسبح يعتبر أكثر من التنطع وابتداء في الدين.